بالمناسبة يا كابتن إبراهيم، بالمناسبة إيه موضوع التيشيرت اللي عليه علم مصر اللي كان في التسخين ده؟ أنا لقيت 100 مليون بيهاجموني، فأنا حبيت أفكرهم بس إن أنا مصري، إن أنا إبراهيم نور الدين حكم مصر. فمش قادر أقول لهم كده عشان خاطر ما يقولكش ده بيرد على الجمهور ومش مركز، فلبست لهم التيشيرت اللي على الرسالة توصل يعني. لا ما إحنا عارفين إن أنت مصري يا كابتن إبراهيم، مش محتاجة تيشيرت عليه علم مصر يا كابتن إبراهيم، زي الفل، مصري وابن مصري وأصيل يعني ما فيهاش. ربنا يكرمك. كابتن ابراهيم انا بشكرك شكرا جزيلا، واتمنى لك يا رب التوفيق في الفتره. انا بشكرك يا رب يخليك. بحس نفسي ان انا عملت مداخله معاكم مع كابتن حسن مصطفى وكابتن طارق المحترم. حبيبنا كابتن ابراهيم، ده احنا اللي بنشكرك شكرا جزيلا. ابراهيم كابتن ابراهيم نور الدين، الحكم الدولي، حكم مباراه القمه النهارده بين الزمالك والنادي الاهلي.